على سي اس سنه ديجا دكتور اللي. اي بيش نحكي عن النادي الرياضي الاسفيقسي انه 10 انتدابات معناها بون عوده ايمن دحمان يعتبر انتداب عودته للنادي مع عوده فابيان عوده فابيان ولي بعد التجربه مع الاتحاد الرياضي بتطاوين نحكي على 10 انتدابات بالنسبه للنادي الرياضي مع عوده لاعب معار ذاوي كريستو دحمان العيوني بيدرو ساد دانجيلو تراوري دربالي العبسي بكار ساكوحي وعوده فابيان ولي تقييم ميركاتو النادي الرياضي الاسفيقسي حسين بعد دوك تفضل في عندك التعقيب كيف اشوف ميركاتو سي اس شوف على الورق ديما قلت لك وبعض بعض الاحيان نحن توا نحكم على الورق يتنجم ميركاتو نتاع فريق ونقوله متوسط ويجيب ثلاثة أربعة لاعبين ويترشقوا يغير وجه الفريق وتنجم تجيب عشرة ويفشلوا منهم ستة ولا سبعة ومن بعدين ما نقدرش نقولوا نجم على الورق ميركاتو محترم فقط أنا كنت نتمنى أنه نجم آه ندي نادي رضي يجيب مهاجم أنا توقعت للمدرب على الاقل من الفريق اللي كان يدرب فيه مم. قلت ممكن يجيب أراس حربه يكمل لك الهجمه خاطر تو شاهدنا مثلا تو عنده بن مبار... علي حبوبي حاجه احسن شوف مهاجمين جيدين ما كنت ننتظر ان باش تجيب مهاجم مم. يصنع الفارق انت كي تشوف مثلا الموسم الفارط تاع رياضي في البلاي اوف شكون صنع الفارق؟ رودريغيز رودريغيز مهاجم مباريات الكل مم. شكون يكمل لك في الهجمه؟ بيتر لك إيه... البارح مم. مثلا تو رياضي شاهدنا مم. ثم كوره ثم لعب الكوره تدور من بعد كي دخل المهاجم اللي سجل عمر بن علي معناه يعتبر منتدب لا ولد 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 يعني النادي دخل ماهوش ولد النادي معناه موجود صغير من اما بصفه عامه ندرة الرياضي الصفاقسي الضاوي انتداب من الطراز الاول ايمن دحمان من غير ما نحكيه هيثم العيوني لاعب خبرة وصراحة لعب في ليبيا في أهلي طرابلس ولعب في السويح اللي عمل موسمين من الطراز الأول معناها خبرة كبيرة تستحقوا <applause> على اليسار تستحقوا أكسيال بيدرو في وسط الملعب رجل سنوات يلعب أساسي في الدوري البرتغالي <applause> معناها الكاليتي أكيد موجودة ريان الدربالي والعبسي صراحة من أفضل الشبان بكار سمعنا الموسم الفارط اهلي المصري كذلك خمس فيه وحبت عليه دونك اضافه كبيره صراحه ميركاتو محترم, محترم محترم جدا, جدا. ديما نرجع نقول لك من بعد الملعب كيفاش المدرب يتصرف فيهم كيفاش باش يوظفهم هما كما قال خالد تأقلمهم على المنظومه مم. يدخلوا في جو الجمعيه يقبلوا الضغط دوك من بعد امك على الورق ميركاتو محترم جدا محترم جدا هاي دكتور نادي <applause> رادي <applause> يلعب معناها ثلاثه على ثلاثه <applause> ربي سامحني دوك بدنا اسم اسم فادي بن شوق سينيرو معناها جمع لي تحيه لي تحيه لي تحيه وحتى ياسين العمري في بالي معناها قريب برشا قريب من نجم مظهر لي صح مانيش سير مي آه حبيت نحكي على سي اس اس آه السي اس عندها ثلاثه وجه تلعب ثلاثه وجهات دونك عندها 30 مباراه نتاع بطوله عندها اون فادير زوس معناها دو دو خمسه مباريات بتاع كاس وعندها ايفونتويلمون تنجم تلعب حتى 10 مباريات بتاع ان شاء الله ربي فهمتني ولا معناها يوفقها وتكون معناها من المتوجه في الكاف دونك تنجم تلعب 10 ولا 12 مباراه ولا ماستحضرش دونك النادي نلعب 46 47 مباراه الشيء هذايا خلى المدير الرياضي بتاعه والاداره ككل تخمم في كيف كيف كيما كي حكينا بكري على الترجي تخمم باش تدوبلي لي بوست خاصه اللي كونه احسن مدافع محوري فهمتني في البطوله واعد شاب اللي هو علي غرام غادر مم. لفريق شختار ومن بعد تنحكيو حتى على الليسته نتاع المنتخب معناها تري جرو بوان دانتيروغاسيون اليوم كيفاش معناتها تتخلى على لاعب كيما حتى كانه ما يلعبش هو في السيون نتاع الشامبيونز ليغ في جمعيه كبيره برشا دونك اليوم سو با اون ريزون فهمتني باش نجم فهمتني تكاليبري وتحسب بالمينوتاج فهمتني راجل لاعب لي زاميكو نرجعوا نرجعوا الموضوع نرجعوا الموضوع نادي راس شو خمم خمم شي دوبلي لي لي ليني، مش نحكي على لي بوست، ليني، خاطر كلام حسام مهم برشا. الكلمة اللي تخرج من اللاعبين اللي خذاهم نادي صفاقسي هي لانتيليجونس الذكاء في الانتداب، خاطر فما برشا بوليفالونس عند الجوهريات. دوبلا دحمه وهنا زاد نحبه ولا نكرهوا الجمعية اللي يكون عندها حارس كما مميش وتمشي تجيب بن سعيد بشير بن سعيد والجمعيه اللي عندها حاسكي صبري بن حسن وتمشي تجيب دحمان وعندها قعلو وعندها قعلو اللي عندها ماتش محترم جدا البارح <applause> كان لون دي بيس باش ما مشيتش في صفر اثنين اللي كان يقتل المباراه دونك جمعيه تخمم اون وتخمم باش معناها الفالترني اللي جارديان. <applause> يعني لي جارديان مثلا نعطيك اكزامبل الناس الكل تقول لك لا فما برومي جارديان فما دوزيام جارديان عمناو الجاسبريني كسرها القاعده قال له ما عنديش برومي جارديان وما عنديش دوزيام جارديان قال لهم الجارديان بوست كايوها لي بوست لا بروف موسو لعب شامبيون لعب شامبيون الأوروبا لأ... ليغ جارديان الارجنتان اللي مشى مدريد تو لعب الأوروبا ليغ أه. ولعب سبعه ماتشوات في التسعه شامبيون ماتشوات في الشامبيون دونك بمعدل 26 ماتش وكارنيزيكي اللي هو الجارديان الطلياني صاعد لعب 27 ماتش في الشامبيون أه. صدقني خالد 50 50 لعبوا عندي دو جرون جارديان اللي لقى حاضر نلعبه تقول ليش لا ثقه لا متفاهم لا كذا حياته كان مع <مم> هل ال... هل ما مع اصحابه هو دونك باش نحطه اليوم ولا مش نحطه غدا سيبوزون تضرب الجارديان الاخر والا ديسكاليفيه باش يلعب كوميم دونك هل هل ليت موتيف هذوما وهل تيوريم تاع الناس بربي نتخلاو عليهم نرجعوا على لموضوع نادي صفاقسي بكار والعيوني والدربالي تروا جوار بوليفالون دونك ليني الاولانيه حارس ليني اللي قدامها تاع ديفونس توا في الميليو دو تيران صحيح اللي <سؤال> كانوا ميم لي بيفو ميم لي 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 milieux عندهم أكثر نزعة فامني ولا في الدفاع <سؤال> لكنهم يمشيو لقدام كل شيء لكن يقعدوا دي ريجيسور با ويقعدوا دي جوور نتاع طومبون نتاع نتاع دييلو وكذا دوك بيدرو ساكي ماركي والي الاولاد ان تري بون ريجيسور با تبارك الله عليه البارح تفرجنا عليه في ارضيه ميدان صعبه جدا الراجل موي. يلوريونت لو جو طويله قصيره عنده فيستا كبيره يهز راسه كذا آه شو اسمه بالا كونتي اللي كان مستبعد وما لعبش لازم رجع وعوضه احسن تقويم جاوسو ما كبير. جاوسو البارح وماركا جاوسو ناي. الليني اللي قدامهم تو الليني اللي هي الرابعه مم. شكون فيها؟ فيها العبسي وفيها كريستو 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 يلعب على اليمين يلعب على اليسار يلعب تحت لاتاكون والعبسي كيف كيف منور من دو جو ولا ثمانيه ولا يلعب سور لو كوتي ومن بعد رجع فابيان خاطر احنا قلنا راهو نادي ما جابش اتاكون صحيح لكن انيس المدير انيس جربي انيس جربي مدير رياضي سابق للسي اس اس عمل ان كو دو متر عمله خاطر عمر بن علي عملنا ولا انيس يتبع فيه عام كامل و انيس فهمتي ولا عملوا برولونغاسيون دو كونطرا دو 5 ans وقت اللي ليت لي تي تري بيرفورما و لعب في لاس نيف شي بتاع المنتخب الكل و أيوه. مريتو البارح مريتو البارح كي تخلع عمل 20 مينوت ممتازين برشا أيوه. دونك هذاك سي تو بوجود الحبوبي بوجود حازم اللي هو فهمتني يلعب تحت لاتاكون وفابيان الحقيقه ينجم يلعب سور مرتاح برشا داير لاسيست الاول من عنده بيركسيون الثانيه كانت نجم تجيب بونتو الثاني من عنده وينجم يلعب افون سونتر دو لا في دو لوليت كان, كان ينجم كان ينجم من ديسفيرسي باش باش يعمل ان كو دو فورس اخر باش يعمل ان كو دو متر اخر بور بروفي اللي هو موجود باش يلعب على كل الواجهات اتاكون تاع 15 بوندو في السيزون جاب البيري لاري اللي هو قريب جدا تو من نادي الفريقي <applause> مالوروزمون ارتأت اللجنه الطبيه سوي سويتا دي ريزولتا ميديكو حسب هي ديزاناليز اتسترا. قالت سيد هذا ما ينفعنيش تو <تصفيق> <تصفيق>